إذن هذه القصة التي ذكرها المصنف في بدء التاريخ، وأنه في زمن عمر، وأنه يعني اختلفوا في بماذا يؤرخوا، واختاروا التاريخ بالهجرة. لما كانت الهجرة في ربيع الأول، والتاريخ كما هو معلوم يبدأ بمحرم، ولهذا هذه القصة مفيدة في تحرير الخلاف بين أهل العلم في كثير من المسائل. لما مثلا يقول لك فلان توفي سنة 95 وقيل 94، غالب الخلافات اللي تكون دائرة في سنة واحدة مبنية على هذه القضية. هل الآن هم قالوا نحتسب من الهجرة، والهجرة بدأت في ربيع، هل بدأوا بمحرم اللي قبله ولا محرم اللي بعده؟ هذه حصل فيها خلاف، ولهذا هي تأويل جيد لاختلاف أهل العلم في كثير من القضايا. لما يكون الاختلاف دائر في سنة واحد، واحد يقول لك سنة 94 والثاني يقول 95، الجواب أن واحد حسب من محرم اللي قبل ربيع الأول اللي ربيع الهجرة، ومنهم من بدأ التاريخ في محرم الذي يليه.